السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم شنو راح نديرو؟ شوربة فريك. درت هنا في لاكوكوط شوية تاع الزيت، راح نضيف عليها شوية تاع السمن، كمية تاع السمن، نضيف اللحم، اللحم غلي، ونقليه شوية. دروك راح نضيف للشوربة تاعي حبة بصل كبيرة مقطعة صغير، وفصولة زوج تاع الثوم مكرفتش، عندي طماطم حب تقريبا واحد ربع حبات تاع طماطم حب ولا خمسة، وجمار كبار تاع طماطم مصبرة. راح نضيف الحار الاخضر مقطع صغير اختياري، تنجمو ما ديروش. دوك راح نضيف التوابل، راح ندير شويه قرفه الكحل، عندي هنا شويه تاع الملح، مغرفه تاع العكري الحلو تقريبا مغرف كبيره، شويه تاع النعناع يابس، قزبر يابس، والكركم، يعني كمية تاع التوابل على حسب الطنجرة تاعكم اللي كانت كبيرة ولا صغيرة. نخليها تقلى مليح، ومن بعد نضيف الماء ونمرق بالماء يكون سخون. درك بعد ما يسخن الماء راح نمرق. بسم الله. راح نضيف قزبر والكرافس، كمية تاع قزبر وكرافس كنا غسلناهم، ونبلع في كوطة ونخلي اللحم يطيب. بعد ما طاب اللحم حليت الكيكوطة وصفيت المرق تاع الشوربة فريك في القدرة وكسكس، ولا صفوه في المولينات باش ما يبقاش هذاك البصل كما راكم تشوفوا، ونخلوها تغلي ونضيفوا الفريك، كمية تاع الفريك على حساب الماء يعني على حساب الطنجرة تاعكم، تشلوه ونديروه. راح نضيف دروك حبات تاع الحمص يكون منفخ من قبل، راح نخلوها طيب على نار هاديه. بعد ما طابنا الفريك درت شويه عصير ليمون غير شويه، وزينتها بالقزبر مقطع. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع نهار اليوم وتجربوها ان شاء الله. شوربه فريك يعني مليحه بزاف في رمضان، يقولوا لها في الشرق الجزائري الجاري. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، والى اللقاء.